بتوعنا بيجوا يعني منظمين جدا، يعني لازم يجي مثلا في الاسبوع 20 ساعة 25 ساعة على مدار السنة كلها. ده بيعتبر شغل، يعني هو بيديني وقته وخبرته. بعد 12 شهر من العمل انا اقل حاجة اقدمها له ان انا استضيفه واقول له شكرا على وقتك، شكرا على تعبك، شكرا على المجهود اللي انت عملته والسعادة اللي انت جبتها لاولادنا. التكريم ده حاجه جميله جدا جدا طبعا، بس انا كنت سعيد باولادي اللي هم ربنا خد بيدهم قوي. سعيد اكتر لما كنت في الدفليه اول امبارح والناس بتسقف لي، حاجه لطيفه قوي. بس النهارده وانا في وسط اولادي بدون تكريم وبيسقفوا لي، انا كنت بجد كنت هبكي بجد، كنت سعيد بيهم قوي 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 ان ربنا يمن عليهم بالشفاء. احنا طول السنه اللي فاتت كان بيجي لنا متطوعين كتيره، سواء بشكل فردي او هيئات او بنوك او فنادق مؤسسات. كنا بنقول لهم شكرا ان هم معانا، شكرا ان هم فعلا رسموا بسمه على شفاء اطفالنا مستشفى 57. متطوعين عندنا في المستشفى بشكل فردي 1500 متطوع بيجوا كل يوم يعملوا انشطتهم الترفيهيه. عندنا بقيه المتطوعين فريق متخصصين من المتطوعين بيعملوا نشاطهم متطوعي جوه المكان، سواء مسرح او كورال او استعراض، كل ده عشان اسعاد الاطفال بتوعنا. طبعا مبسوطه عشان باجي هنا بلعب مع اصحابي والمتطوعين بيلعبوا معانا وبيفرحونا. بحب اواجه الناس ان هم يجوا يشاركوا هنا الاطفال لو بحاجات بسيطه، بس عشان خاطر نغير من فكره ان التطوع ده حاجه مش حلوه. لا، دي حاجه حلوه جدا، بنكتسب حاجات احلى كل ما نيجي، كل ما نتعامل مع الاطفال مع الاهالي، كل مره بنتعلم منهم حاجه احلى من الاول.